اهلا بكم من جديد مشاهدينا، متابعه اخر التطورات في الساحه السياسيه وناقشها مع ضيفي في الاستوديو الاستاذ حامد الدراجي عضو مركز الرفد للاعلام والدراسات. ارحب بك استاذ حامد. تحياتي لكم سي زينب وتحياتي لقناة الأيام الفضائية والمشاهدين كمان. شكرا لحضورك معنا. أيضا ربما سينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من ساحات الاعتصام أستاذ عماد المسافر الكاتب والصحفي، إلى أن يؤمن الاتصال بشكل جيد مع أستاذ عماد. أبدأ مع أستاذ حامد الدراجي. خلص يعني محاولات من السيد الصدر ربما لحل الأزمة حسب يعني مكنون السيد الصدر، حل الأزمة يريد أم يريد يعمق الأزمة السياسية الحالية؟ لكن تلقفها الإطار بالقبول. أنا أتحدث هنا عن المناظرة العلنية اللي يتحدث عنها السيد الصدر. ما تعني المناظرة؟ يعني هسه حتى الشعب يعرف شنو يعني كلمة المناظرة، يعني مناظرات علمية اجتماعية سياسية، كل من يطرح رؤى وأفكاره، لكن المناظرة اللي يدعي عليها لها الصدر ماذا تعني؟ أجدد التحية لك سي زينب ولمشاهدينا الكرام. حقيقة يعني عادة ما تكون المناظرات هي موضوعات انتخابية، وتكون هي عرض للإنجازات وللأعمال المستقبلية، وشهدنا الكثير من المناظرات حتى في الولايات المتحدة الأمريكية بين مرشحي الرئاسة، لكن مناظرات بعد 10 أشهر أو عام كامل، قرابة العام الكامل من الانتخابات، حقيقة هذا لم نشهده سابقا. لكن اليوم المناظرات هي وإن كانت هي دعوة بين أطراف سياسية، إلا أنها ستكون هي فقط لمجرد التسقيط بالآخر ونشر المعلومات المغلوطة كل على الآخر. نحتاج تسقيط من خلال مناظرة، ما إحنا أساسا بالإعلام السياسيين يعني يكشفون حتى الحقائق، كل وأي معلومة يمتلكها عن السياسي الآخر تطرح في الإعلام. كل كتلة سياسية لديها يعني أسلحة سرية إعلامية ممكن أن تكشفها في أوقات مناسبة، لكن اليوم نحن نعلم جيدا أن التسقيط السياسي بدأ على مصراعيه الآن حتى في باقي الكتل. الكتل السنية الآن تتصارع فيما بينها، وكل يوم تظهر لنا تسريبات معينة، وهذه التسريبات يتلقفها الإعلام، تارة تكون إيجابية وتارة تكون سلبية، لكنها في المردود العام هي سلبية على الشعب العراقي، باعتبار أن اليوم لكل كتلة أو لكل حزب لديهم أنصار خاصين به، فبالتالي اليوم لا يمكن السيطرة على الشارع بشكل مستمر. أما اليوم أن نجد مناظرات بحجم أن تكون بين الإطار والتيار، حقيقة هي وليش الإطار والتيار؟ يعني دعوة فقط الإطار والتيار، ما دعوة بادرة سلبية أنا أتوقع، باعتبار أن هذه هي المناظرة يعني معلومة الأطراف هي سلبية بالنسبة للكتل الشيعية، باعتبار أن الكتل الشيعية دائما ما كانت هي تحافظ على التماسك داخل قبة البرلمان وحتى أمام الكتل الأخرى من السنة والكرد، فبالتالي عندما يكون مثل هكذا موضوع أو موضوعة يعني مناظرات، حقيقة أنا أتوقع أنها لا ترتقي لموضوعة مناظرة، وإنما ترتقي لموضوعة يعني كيفية تصدي أحدهما إلى الآخر أمام الإعلام، فبالتالي المناظرة هي ممكن أن تقنع الجمهور، لكن مثل هكذا مناظرات كل جمهور هو مقتنع بالجهة التي مقابله، فبالتالي أجد أنها ليست مناظرة وإنما ستكون هنالك مكاشفة حقيقة، يعني تسقيط للآخرين. فنجد أن يعني شنو تسقيط أستاذ حامد؟ يعني هي هذه المناظرة عن إدارة الحكم سابقا، يعني طلع ملفات سابقة سواء التيار أو الإطار، كل من يطرح الطرف الآخر شلون دار الحكم في الفترة السابقة لو شنو؟ حقيقة الكل مشترك عندما يظهر هو بهذه المناظرة، ماذا يطرحون؟ عندما يظهر أي أو تظهر أي كتلة معلومة سلبية على الكتلة الأخرى فهي مشتركة بها، مثل ما كان السيد المالكي قد ظهر في الكثير من مواقع الإعلام سابقا في سنوات سابقة بأنني لدي الكثير من الملفات ممكن أن أظهرها، وأيضا ظهرت كتل سنية قالت بأن لدينا ملفات سرية ممكن أن نظهرها للعلن ويتم التسقيط، ولكن ذلك كان قبل الانتخابات. لكن اليوم عندما تكون التوقيتات هي ما بعد الانتخابات، حقيقة أتوقع أن نتائجها ستكون سلبية وانعكاساتها على الشارع العراقي سلبية جدا. هسه هاي القراءات قد تكون يعني صحيحة أو غير صحيحة، ما توقعات التسقيط أثناء المناظرة، يعني ما ممكن يعني القوى السياسية يعني تقعد على طاولة واحدة بحضور أممي أو غيره وتطرح ملفاتها،
يعني اول شيء ما ينقبل بالاعلام، لان الملفات تطرح عبر النزاهه، معروفه القضيه اكو قضاء واكو نزاهه، اذا كان اي طرف يريد يطرح ملفات الطرف الاخر، يعني ما يصير تنطرح بالاعلام، فانا يعني اقول هاي يمكن تكون قراءه غير صحيحه، ممكن ان يكون المناظره انه كان ياتي التيار بالبرنامج الحكومي المقبل اللي هو يتبناه ويطرحه للجماهير، بالمقابل الاطار ايضا يطرح برنامج الحكومه واداره الحكم القادمه، وهنا يتركون الحكم للشعب، ممكن امكانيه ان تكون هكذا المناظره. والله نتمنى انه تكون قراءتك لافكار السيد مقتدى الصدر بهذه الدقه، يعني حقيقه اليوم لا احد يعرف ما في خروجات السيد مقتدى الصدر. اليوم السيد مقتدى الصدر لا يظهر للعلن ولا حتى لانصاره المقربين كيفيه طرح الافكار. فبالتالي عندما تكون هنالك افكار نتوقع كل شيء. عندما يكون هنالك، هل المناظر هل هو السيد مقتدى الصدر بنفسه ام يكون هنالك لجنه خاصه بهذه المناظره؟ لحتى هذه اللحظه لا توجد اي بادره من هذه البوادر ولا حتى اي ضوء من النور ممكن ان نقول ان هذا هو انطلاقه لان تكون المناظره من شخصيات عدد هالقد او من قيادات التيار الصدري او من الخط الثاني او من المثقفين او من الباحثين، لا توجد اي بادره لحد هذه اللحظه فقط. وحتى موضوعه المناظره اليوم عندما ذكرت السيده حنان الفتلاوي انها تحتاج الى حمايه ما بعد المناظره، هو هنا السؤال فيما يخص الاطار، خلي اسمح لي استاذ حامد، فيما يخص الاطار بمساله قبول المناظره من رفضها، هسه الاطار يعني احنا نتابع اعلاميا هو يعني مرحب بهذه المبادره ومرحب بالمناظره، يقول ما عندي مشكله ادخل في مناظره مع التيار باي جهه وباي مكان. بالمقابل اكو من انتقد التيار وقال لا التيار متخوف لانه خلوا شروط في مساله القبول بالمناظره. لا لا حقيقه انا اتوقع انه لا يعني لا يتم العمل بهذه المناظره، مجرد انه ستكون هي حركه اعلاميه ممكن ان تقرب وجهات النظر بزيارات اخرى، لكن نحن نتمنى ان تكون هنالك ليست مكاشفه، ونتمنى ان يكون هنالك حوار اعمق من هذه الحوارات التي ممكن ان اداها السيد هادي العامري في المراحل السابقه، لكن اتوقع انه لا توجد بوادر يعني حوار لحتى هذه اللحظه، لو كانت هناك بوادر حوار لظهرت في يعني عن طريق تغريده وزير السيد مقتدى الصدر او حتى عن تغريده السيد مقتدى الصدر نفسه باعتبار ان هنالك بوادر للحوار، لكن اتوقع انه لحتى هذه اللحظه كل هذه هي تكهنات حتى في قبول الحوار او حتى في نشر الحوار من عدمه للسيد مقتدى الصدر. اذهب بشكل مباشر الى ساحات التظاهر، انضم الينا عبر الاقمار الصناعيه استاذ عماد المسافر الكاتب والصحفي، ارحب بك استاذ عماد اذا كنت تسمعني بوضوح. استاذ عماد اهلا وسهلا بك، تحيه لك استاذ زينب ولمشاهدي ومتابعي قناتكم. اهلا بجنابك استاذ عماد، شنو الاجواء يومك؟ خلينا بس يعني نستغل وجودك في ساحات التظاهر واشرح لنا عن اجواء التظاهرات والاعتصامات في حيث انت متواجد، يعني اعداد المتظاهرين، يعني هل المطالب ما زالت ذاتها؟ تحدث عن اعتصامات الاطار. شكرا جزيلا، تحيه لك ولضيوفك الكرام ومشاهدي ومتابعي قناتكم. حقيقه منذ البيان الذي دعا الى التظاهرات او الاعتصام الذي دعا اليه الاطار التنسيقي، ما زالت هذه الجماهير تعتصم في هذا المكان الذي سبق وان اعتصمت فيه معترضه على نتائج الانتخابات التي جرت. التواجد هنا ياتي على شكل مراحل، مره يكون بشكل كثيف جدا ومرة يكون طبيعي جدا. هناك فعاليات متعددة تتخلل هذه الاعتصامات، منها فعاليات حسينية، منها فعاليات عشائرية، ملتقيات، حوارات، كل الفعاليات المختصة بالشأن السياسي تقام في هذه المساحة، مساحة الاعتصام اللي موجودة هنا. أما الأعداد يعني ترتبط ارتباط مباشر بنوع الحدث ونوع التصعيد، إذا كان هناك تصعيد من جهة، تصعيد بيان مؤثر، كلمة مؤثرة، نرى الجماهير حتى بدون دعوة رسمية تتوافد إلى ساحة الاعتصامات،
كل الموجودين هنا يعني يتعاملون ويا القضية بأنه قضية إحقاق حق، لأنه هما من الممكن أن تستباح مؤسسات الدولة بعد كل هذه التضحيات التي قدمتها الجماهير وقدمها الشعب العراقي. منذ عام 2003 إلى الآن الجماهير العراقية وعموم الشعب العراقي قدم المئات من الشهداء، سواء كان عن طريق التفجيرات الإرهابية وعن طريق احتلال بعض مناطق العراق من قبل داعش. دماء هذه الشهداء كانت من أجل ترسيخ مبدأ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. لا يمكن لهذه الجماهير أن تسمح في غفلة من الزمن أن تكون هناك جهة أو شخص أو سلطة يعني تحتكر كل السلطة بيدها وتحاول الانقلاب على الشرعية وعلى الدستور وعلى شرعية الدولة. الجماهير المعتصمة والمتظاهرة والمتواجدة في ساحات التظاهر دائما ما ينعكس يعني موقفها أو رأيها أو ردة فعلها لردة فعل الجهة التي تنتمي إليها. حيث أنت متواجد حضرتك أستاذ عماد، ما هي ردود فعل المعتصمين والمتظاهرين فيما يخص الدعوة التي أطلقها السيد الصدر بموضوع المناظرة، حتى على الأقل نعرف الموقف الحقيقي للإطار؟ نعم، حقيقة منذ تواجدي منذ اليوم الأول يعني أتواجد بشكل مستمر بساحة التظاهر إلى جنب الأخوة. للأمانة للآن كل المتكلمين كل الأخوة اللي نلتقي بهم ما يتحدث عن الجهة التي ينتمي إليها، سواء كان دولة قانون، سواء كان من الأخوة في صادقون، المجلس الأعلى، الحكمة وغيرها من جماهير الإطار التنسيقي. هذا الحديث بهذه المضامين أبدا لم يصادفني للأمانة. كل الموجودين هنا هدفهم هو الحفاظ على شرعية الدولة وشرعية هذا النظام والاحتكام إلى الدستور والقانون في كل الخصامات وكل المماحكات السياسية. بما يخص موضوع تغريدة سماحة السيد الصدر والدعوة إلى حوار والدعوة إلى مناظرة، الموجودين هنا وجماهير هذه الكتل السياسية جماهير الإطار التنسيقي لديها الثقة المطلقة بقيادة الإطار التنسيقي وبكل المتصدين للشأن السياسي بالإطار التنسيقي بأن هؤلاء الشخصيات يمتلكون من الحكمة ومن الحوار ومن الحجة ومن البرهان ما يكفي للتصدي لأي خطاب ولأي مناظرة. بالعكس الأخوة متحمسين جدا لهكذا حوار وهكذا مناظرة، على أن يكون هذا الحوار أو المناظرة أن تخرج بنتائج يلمسها الشارع، لا أن تكون مناظرة لأجل المناظرة ومن أجل نشر غسيل الكتل السياسية على مرأة ومسمع كل الشارع العراقي. أبدا، المناظرة يجب أن نخرج بها بشيء ملموس على أرض الواقع. لهذا الجماهير هي متحمسة بأن تخرج بشيء إيجابي. أستاذ عماد ككاتب وصحفي ومتابع، بالفعل هذه المناظرة ممكن تكون هي يعني مكاشفة، كشف المستور، نشر الغسيل كما حضرتك عبرت؟ يعني حقيقة مسألة المناظرة أو الحوار اللي دعا له سماحة السيد مقتدى الصدر، يعني هو اشترط بأنه لا يحاور الفاسدين، لا يحاور أو لا يجالس الفاسدين، لكن هذا الموضوع أيضا مرتبط بنوع الخصم أو ماهية الخصم الآخر. من هذا الفاسد الذي لا يمكن الجلوس معه؟ من هذه الجهة التي هي خط أحمر ولا يمكن الجلوس معها؟ هناك أشياء تقريبا تكون مبهمة. أما فيما يخص نوع الحوار الكل متحمس أن يسمع، ليش الكل متحمس أن يسمع الرأي والرأي الآخر. لم يوضح أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء أهل الكتاب. برأيك ليش ما وضح السيد الصدر نوع الحوار، شكل الحوار، آلية الحوار، ماهية الحوار؟ ليش ما كشف لنا السيد الصدر؟ فقط مناظرة وأعطاها يعني خلى يعني هذا يعني لا هذا السؤال كبيرة. يعني هذا السؤال يوجه إلى سماحة السيد الصدر أو إلى من متكلم باسمه، ممكن أن يكون الرد أبلغ منه، لكن أنا أرى أنه مجد ومن المناظرة.
إذا كانت الجدوى مجرد كشف أوراق فبإمكان الكشف الأوراق على الفضائيات أو على مواقع التواصل الاجتماعي، كل يكشف الأوراق حسب ما يشتهي. أما إذا كانت المناظرة والحوار لأجل الحوار والوصول إلى نقطة معينة يجتمع عليها الفرقاء السياسيين فبها وأهلا، الكل يجتمع ويرحب بهذه المبادرة إذا كان حوار من أجل الخروج بنتيجة معينة. أما حوار من أجل الحوار وكل يفضح الآخر أو يكاشف جماهيره، بالعكس، اليوم الإطار التنسيقي أو الكتل المنضوية تحت يعني خيمة الإطار التنسيقي بإمكان أي منهم عن طريق فضائية، عن طريق مواقع تواصل، عن طريق حساباتهم الرسمية أن ينشر ما يشاء، وبإمكان الأخوة بالتيار الصدري أن ينشروا ما يشاء من أي وثيقة، أي حجة، أي برهان. لهذا نحن نقول يجب أن يكون الحوار والمناظرة مبني على أساس رصين وأساس علمي، وهي ما هو الغاية من الحوار. تمام، أنا أعرف الجو حار أستاذ عماد، بس احنا نلتمسك انه نترجاك انه تبقى معانا لما تبقى من الوقت في هذه الساعه. سأعود اليك معي طبعا اذا عرفت استاذ حامد أبداً الزراجي. ابدا شاكرين لك، شاكرين لك. شرعيه الدوله، عفوا، شرعيه اكمل بالعموم. يعني أنا أقول شرعية الدولة والحفاظ على مؤسساتها يستحق من الجميع أن يبذل كل الجهود من أجل المحافظة عليه. شكرا جزيلا لك أستاذ حامد بريك. هذه دعوات المناظرة، يعني إحنا صار 19 سنة 20 سنة، إيش قد صار منذ سقوط النظام حتى هذه اللحظة؟ تقريبا من 19 سنة. 19 سنة صار. وحتى أنا أتذكر أكو دعوات إعلامية وأكو تساؤلات من الشارع، يقول هذول القوى السياسية ليش تتحاور يعني بيناتها بالسر، ونسمع اجتماع لقاء طاولة مستديرة طاولة غير مستديرة، ليش ما تكون مناظراتهم القوى السياسية، يعني يقصدون هنا قادة القوى السياسية، ليش ما تكون مناظراتهم على العلن ويحكون لنا شنو بده يصير؟ ليش أنا أعتمد على محلل سياسي وعلى إعلامي يطلع يقرأ قراءة صحيحة وغير صحيحة؟ هاي تساؤلات موجودة. كل من رؤيته. نعم. ليش اليوم اجت الدعوة بهذه اللحظة؟ طبعا لا أتمنى أن لا أنسى أن أرحب بزميل العزيز والأخ المحترم أستاذ عماد المسافر من ساحات التظاهر. حقيقة سيدة العزيزة، اليوم داخل قبة البرلمان لا توجد لدينا جهة إيجابية وجهة معارضة. لا توجد لدينا المعارضة الإيجابية داخل قبة البرلمان. عندما لا تكون هنالك معارضة إيجابية داخل قبة البرلمان لا نجد أي حوار بشكل حقيقي، باعتبار أن ما يظهر للعلن هو فقط كيفية التصويت على القوانين، مشاريع القوانين، وكيفية إيجاد عدد كافي لتمرير جلسة أو عدد غير كافي لتمرير جلسة. فبالتالي شهدنا الكثير من الأقاويل والكثير من الأحاديث بأنهم مختلفون داخل قبة البرلمان ومتوافقون في كافيتيريا البرلمان. يعني هذه المشكلة سمعنا بها كثيرا. فبالتالي اليوم عندما نكون أمام نقطة حوار حقيقية علينا أن نجد من يعارض عمل الحكومة ومن يكون هو داعما لهذه الحكومة أو مؤسسا لهذه الحكومة. اليوم نفتقر لهذا الشيء. عندما نذهب إلى مناظرة علينا أن نكون مثل ما ذكر الأستاذ عماد، علينا أن نجد خصمين، هذين الخصمين أمام الشعب العراقي، يقوم كل منهم بعرض برنامجه على أقل تقدير أو بعرض ما يملك من معلومات ممكن أن تفيد الشارع العراقي. لكن عندما نجد اليوم أننا نختلف على توقيت يضر بالشعب العراقي، يعني اليوم كل المناظرات والحوارات تأخذ وقت من الشعب العراقي ونحن مقبلون على نهاية سنة مالية. فبالتالي اليوم عملنا في عام 2022 ببرنامج اقتصادي هو 1 على 12، سنقوم بعمل 1 على 12 في عام 2023 باعتبار لا توجد لدينا حكومة تقوم بعمل موازنة. برنامج الدعم الطارئ ينتهي في عام 2022 ولم نعلم منه شيئا ولم يفعل
منه أي شيء من قبل الحكومة، سواء كان صحيحا هذا البرنامج أو غير صحيح. اليوم نحن أمام مشكلة كبيرة وهي الوقت، عامل الوقت على الكتل السياسية أن تعي أن الوقت هو سيف الآن يذبح العراقيين من الوريد إلى الوريد، باعتبار أن اليوم لا توجد مصالح مستمرة لدى العراقيين، لا توجد رؤية اقتصادية لمشروع الدولة داخل البلد. اليوم لدينا الكثير من المشاكل الخارجية التي يمنى بها العراق، مشاكل مائية، مشاكل دول جوار تتدخل في أعمال، مشاكل قصف في شمال العراق، مشاكل غير يعني مشاكل غير معلنة بين استراتيجية السعودية والكويت حول ميناء الفاول الكبير، حول الموانئ التي يمكن أن ينشئها العراق. اليوم هذه المشاكل كلها خلف الكواليس. هو هاي هنا السؤال، هنا اسمح يعني لي أسألك هذا السؤال، يعني تعتقد أنه سيد الصدر أو من ينوب عن سيد الصدر في هذه المناظرة إذا ما حصلت، ما معلومة لحد الآن يعني راح تكون هناك مناظرة أم لا، ممكن تنطرح بالمناظرة المشاكل الداخلية والخارجية بالعراق، الأزمات المالية والاقتصادية، الفقر، البطالة، كل هذه الأمور على مرأة ومسمع الجميع وعلى مرأة ومسمع المجتمع الدولي، وإذا ما طرحت بالفعل هذه الأمور المشاكل العراق، هل سيكون الإطار هو المتهم بهذه المشاكل يعني؟ وكيف سيكون يعني أهمية هذه الحوارات وهذه المشاكل إذا ما طرح بالنسبة للمجتمع الدولي يأخذ بها؟ أنا أتوقع يعني لا يتم هذه المناظرة، لا تتم على أرض الواقع، سيتم فقط فيها استثمار الوقت وكيفية سحب الوقت إلى أن تتم يعني يتم من المحكمة الاتحادية عرض أن مجلس النواب هل هو باقض من التوقيتات الدستورية أم غير باقي للتوقيتات الدستورية. سيكون بعد ذلك كلام آخر. أتوقع أن لو كان هنالك خرقا للدستور من قبل الكتل السياسية سيعول عليه السيد مقتدى الصدر على أن يفشل البرلمان وأن يزاح البرلمان مرة أخرى بعدم وجود شرعية لهذا البرلمان لأنه تجاوز المدد الدستورية. فبالتالي أجد أن هذه المناظرة ستكون هي فقط تحضيرات إعلامية لوقت ممكن أن يكون هذا الوقت هو وقت مفتوح، باعتبار أنه غير محدد الآن هو وقت المناظرة أو كيف ماهية المناظرة أو كيفية إيجاد هذه المناظرة ومن هم محاور المناظرة. ستأخذ هذه التفاصيل وقتا طويلا جدا. ممكن أن يكون هذا الوقت هو طي النسيان بأول حادثة كبيرة تحدث تأخذ المجرى الإعلامي نحوها. فبالتالي أجد أن هذه الدعوات للمناظرة هي لكسب الوقت من قبل التيار الصدري حتى يكون هنالك خروج لمجلس النواب من التوقيتات الدستورية. تمام، عودة إليك أستاذ عماد المسافر، إذا كنت تسمعني وأتمنى تسمعني، صوتي يوصل لك بشكل يعني بطيء، هذه المكاشفة أو المناظرة اللي يدعو لها التيار الصدري تحديدا السيد مقتدى الصدر، إلى أي مدى هذه المناظرة ستعمق الأزمة السياسية الحالية في مسألة تشكيل الحكومة؟ إلى مدى ستعمق الخلاف السياسي بين الفرقاء السياسيين، بين الكتلة الواحدة أو المكون الواحد؟ نعم، حقيقة الخلافات السياسية كنا يعني احنا نشهد قبل تشكيل اي حكومة نشهد خلافات سياسية بين الكتل الشيعية والسنية، بين الكتل الشيعية والكردية. في هذه الحكومة كانت هناك خلافات داخل الكتل الشيعية نفسها. مسألة المناظرة او الحوار اللي دعا الى سماحة السيد، هو التساؤل المطروح هو هذا، اذا كان الغاية منها هو رمي الكرة ورمي المسؤولية والفشل على جهة دون أخرى، فما من الممكن اليوم احنا نتكلم بصراحة، الجماهير المؤدلجة للكتل السياسية لا يمكن أن تقتنع بأي وثيقة أو بأي قرار أو بأي حجة يقدمها الطرف المقابل. إذن بالنتيجة وبالمحصلة نرى أنها هذه المناظرة لا جدوى منها، لكن إذا كان هناك حوار للخروج بحل مناسب من هذه الأزمة نعم بها وليكن، والكل يرحب بهذا. أما استعراض المشاكل واشترار مشاكل الماضي وطرحها بشكل جديد، لا فائدة من هذا الموضوع،
إلا كما تفضل ضيفك الكريم هو مسألة كسب الوقت إلى أن تبت المحكمة الاتحادية بقرارها الخاص بحل البرلمان. الأخوة بالتيار الصدري يعملون على هذا الموضوع، على عامل الوقت مع يعني خلق قد قضية إعلامية يتم التركيز عليها حتى للوصول إلى نتائج قرار المحكمة الاتحادية، وبعدها سيكون لهم خطوة أخرى مثل ما عبر سماحة السيد في تغريدته الأخيرة. طيب السيد حتى هذه اللحظة يعني حدد الجهة اللي راح يحاورها بهذه المناظرة، تركها مفتوحة، مضى عن بقية القوى السياسية الكرد السنة، يعني هو بهذا الخطاب وهذه الدعوة حدد فقط للإطار المناظرة مع الإطار فقط، ولماذا الإطار تحديدا؟ يعني هو لا يعني هي كانت التغريدة لكل الفرقاء السياسيين. هسه المقصود بالفرقاء السياسيين هل ينظر إلى الأخوة الكرد والأخوة في البيت السني كفرقاء سياسيين أم ما زال ينظر إليهم كحلفاء في التحالف الثلاثي السابق؟ هذه الأسئلة يجب أن توضح بشكل جلي إلى الجمهور، حتى ممكن اليوم الجمهور الصدري لما يريد يحاجج أو يريد يطرح في القضية، يعني من يكون هناك ماكو ردة فعل للقوى السنية والكردية إذا هذه الدعوة، ليش فقط الإطار من انبرى يعني وتحدث مباشرة بعد هذه التغريدة؟ لأنه أولا البيان أو التغريدة تحتاج توضيح في بعض التفاصيل. اثنان، الإطار التنسيقي هو الخصم اليوم اللي يعني يعتبر الخصم المباشر أمام الأخوة بالتيار الصدري. هو مشكلة الخلاف اللي حدثت هي بين البيت الشيعي، يعني خلينا نقول مثل ما نريد نسميها، بين الإطار التنسيقي والأخوة بالتيار الصدري. الأخوة في بقية المكونات يقولون هذه مشكلة شيعية داخلية، نحن لا نتدخل بها إلا ما يعزز أو يحل هذه المشكلة. ما أعتقد أن اليوم يتطوع واحد من الأخوة السنة أو من البيت الكردي يجي يجلس بحوار مع السيد مقتدى الصدر أو من ينوب عنه ويتحمل، يقول له أنا وياك نتحمل نتيجة فشل من 2003 إلى الآن. لا، ينؤون بنفسهم عن هذه المشكلة، والإطار التنسيقي هو المتصدي لتشكيل هذه الحكومة وهو الذي يعتبر اليوم الخصم الأساسي للتيار الصدري. على ذكر المكونات، أنت سمعت أستاذ عماد بالاجتماع اللي صار بالأنبار للسنة، شلون تقرأ هذا الاجتماع؟ يعني إذا ما أعرف إذا عندك تفاصيل عن الاجتماع اللي صار في محافظة الأنبار، وهذا شنو الاجتماع؟ هو يعني انشقاق أو خلاف آخر للسنة للمكون السني، أم أن السنة بهذا الاجتماع يعني يلممون أطرافهم حتى يكونون جزء من حل المشكلة؟ شلون تقرأ؟ يعني سبق وأن قلتها في الأخوة في البيت السني والأخوة في البيت الكردي لديهم استحقاقات انتخابية. هذه الاستحقاقات يمكن عليها إلا من خلال الطرق الدستورية وتشكيل الحكومة، أما بقاء الحال كما هو عليه أبدا هذا لا يخدم البيت السني ولا يخدم البيت الكردي. الجماهير لديها استحقاقات، الكتل السياسية شلون تحقق مطالب جماهيرها؟ عن طريق المناصب التنفيذية والوزارات السيادية التي هي من حصة هذا المكون. طيب إذا ما جاءت تشكل حكومة، المواطن الأنباري، المواطن في المناطق الغربية أو حتى المناطق بالإقليم شلون يأخذ استحقاقه من خدمات وتعيينات وغيرها وغيرها وغيرها؟ لهذا أنا أرى أنه الاجتماع الذي حصل في الأنبار هو مسألة ضغط على سواء الأخوة السنة بالعملية السياسية متمثلين برئاسة البرلمان وغيرها من القوى السياسية من أجل الضغط في تشكيل حكومة. أما بدون تشكيل الحكومة لا يمكن أن يأخذ المواطن استحقاقه. أرجع وأطلب منك أستاذ عماد تبقى ويانا دقائق، يعني بقى من الوقت أقل من 20 دقيقة، بس أرجع للأستاذ حامد وأريدك تعلق لي على مسألة الاجتماع اللي صار في محافظة الأنبار واللي أعلنوا به عن تحالف جديد، وهذا الاجتماع كان بحضور السيد جمال الكربولي. شنو الهدف من هذا الاجتماع
وشنو هذا التحالف الجديد، كيف يقرؤون القوى السنية، كيف تقرأ ما يحصل في الساحة السياسية، وكيف تقرأ تحديدا هذه التغريدة، تغريدة المناظرة؟ طبعا حقيقة يعني البارحة صار الاجتماع يعني بعد المناظرة يعني. نعم نحتاج يعني مقدمة صغيرة قبل الاجتماع. سبب استقالة الكتلة الصدرية من داخل قبة البرلمان هو عدم توصل الكتلة الصدرية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني مع تحالف السيادة على حل البرلمان بشكل مباشر أو تقديم استقالاتهم الجماعية. عندما رأوا أنه لا توجد أي بادرة من بوادر الاستقالة أو حل البرلمان من قبل الكتل السنية والكتل الكردية، بادرت الكتلة الصدرية على الاستقالة. فبالتالي كانت هي شرارة الانطلاقة بين حتى المكونات داخل البيوتات الكردية والسنية. فبالتالي اليوم وجود مثل هكذا حراك، حقيقة شعروا أن الكتل السنية أنهم الآن أيضا سيتم إقصائهم كما أقصيت باقي الكتل السياسية. فبالتالي إيجاد حل آخر أو بديل عن القيادة السنية تحت لواء السيد محمد الحلبوسي، يحتاجون إلى قيادة أخرى بديلة في حال أنه رفض السيد محمد الحلبوسي أو حل البرلمان بطريقة أو بأخرى، على أن يكون هذا الجزء هو تحضير للقادم، لمن يتصدر في المشهد المستقبل القريب. فبالتالي اليوم إن كانت هنالك بوادر لبقاء مجلس النواب، ستكون هي ورقة ضغط على السيد محمد الحلبوسي لاستلام مناصب. وإن حل البرلمان وذهب السيد محمد الحلبوسي إلى كتلة أخرى أو ينأى بنفسه على أن يكون هو مرشح مستقل داخل البيوتات السنية، فتكون هذه هي الكتلة البديلة والتي تنادي بأن القيادة السنية تحت لواء السيد محمد الحلبوسي قد فشلت في إدارة مجلس النواب في المرحلة السابقة. فبالتالي ظهور مثل هكذا شخصيات تكون هي بنيان جديد حتى تكون هي بديلة. أما ببقاء السيد محمد الحلبوسي تبقى داخل الحكومة، وأما في حال حل البرلمان ستكون هي بديلا سياسيا. طيب موقف الكرد حتى هذه اللحظة كيف يبدو لنا أو يبدو لك تحديدا أستاذ حامد؟ يعني الأزمة يعني حتى إذا قلنا الأمور تمشي بشكل سلس وبشكل يسير بعيدا عن الخلافات ما بين الإطار والتيار، لكن المفروض الأمور تمشي بطريقة طبيعية. أول خطوة هي من الأخوة الكرد، مشاكل واصلة لحد العظم عندهم. يعني اليوم مشاكل الأخوة الكرد يمكن تكاد أن تكون أكبر من مشاكل الشيعية. اليوم مشاكل داخل قبة يعني داخل البيت الكردي وصلت إلى مرحلة أنه اليوم لا يستطيعون أن يتوافقوا على النزول بمرشحين ولا بمرشح واحد. إذن هنالك شرط كبير جدا. ليش الزوم أو التركيز أو يظهر للعلن وكأنه اليوم من معرق للعملية السياسية وتشكيل الحكومة هو الجانب الشيعي، في حين إحنا ننتظر الموقف الكردي ينحسم حتى بعدها، حتى إذا كان الإشكالية هي بالقوى الشيعية خلي تتدخل أي أطراف خارجية داخلية. سؤال مهم جدا. طبعا اليوم إدارة مجلس النواب التي تدعو إلى مثل جلسة تسمية رئيس الجمهورية هي من التحالف الثلاثي الذي هو جزء منه الحزب الديمقراطي الكردستاني والسيد محمد الحلبوسي بتحالف السيادة أو تقدم. فبالتالي كلاهما يناغم الكتلة الصدرية سابقا وحاليا وحتى يبقى لمديات بعيدة، يناغم الكتلة الصدرية حتى بعد حل مجلس النواب ممكن أن تكون هنالك كتلة عابرة للقومية وللمذهبية وللديانة وللمكوناتية وتدخل بضمن احتمال في انتخابات مبكرة أو انتخابات ممكن أن يعد لها في المرحلة القريبة القادمة. فبالتالي سيدتي العزيزة اليوم كل البوادر السنية الكردية التي جزء منها التيار الصدري في الوجه الشيعي حقيقة يعني تراهن على عامل الوقت أن يكون هناك حل البرلمان وتظهر بمظهر آخر ممكن أن يكون عابر للطائفية عابر للقومية ويظهر أمام الشعب العراقي. وأتوقع أن يكون هناك سيناريو جديد حتى وإن حددت بسنة حكومة جديدة أو يتفق البرلمان على عقد جلسة ووضع شروط السيد مقتدى الصدر بعام واحد تحضيرا لانتخابات مبكرة، ممكن أن يتم
يعني أن يتم وضع أسس لمثل هكذا تحالف ينزل حتى في الانتخابات. ممكن أن تجدين مرشح تيار صدري في إقليم كردستان وتجدين مرشح لحزب الديمقراطي الكردستاني في النجف الأشرف، وهذا وارد جدا. تمام أستاذ عماد، مسألة يعني موقف الإطار منذ بداية الإشكالية السياسية حتى هذه اللحظة، وهذا الموقف اللي هو يفسر الإطار أنه هذه حكمة وليس ضعف، بأنه يعني يأخذ بنظر الاعتبار أو بالحسبان شركائه من ضمنهم التيار، لذلك هو لم يمضي في تشكيل الحكومة على أمل أن يجد حلول وحلول مرضية للجميع. هو يتأنى بهذه خطواته، هو أساسا يفتخر بخطواته المتأنية في التعامل مع الأزمة السياسية. هذا بالفعل صبر من الإطار، أم أن الإطار ربما يتخوف من أوراق سياسية أخرى يستخدمها الصدر؟ وإذا كانت بالفعل هناك أوراق سياسية يستخدمها الصدر، ما هي هذه الأوراق؟ يعني منذ إعلان نتائج الانتخابات إلى هذه اللحظة، الإطار يسير بخطوات ثابتة. الإطار يضع بحساباته أنه يمثل الممثل الأكبر للشيعة داخل قبة البرلمان، لهذا على هذا الممثل تقع مسؤولية كبيرة، مسؤولية الحفاظ على الدم الشيعي، ومسؤولية الحفاظ على العملية السياسية، ومسؤوليات أخرى. أما مسألة أنه تشكيل الحكومة أو الإطار متأخر، لا، هناك تراتبية بالموضوع. التراتبية تقول أنه هناك يجب أن يسمى رئيس جمهورية وثم يبدأ بتكليف رئيس الوزراء. مشكلة الأخوة الكرد كما تفضل ضيفك الكريم، لا تزال هذه المشكلة عالقة بين الأخوة الكرد نفسهم من أجل حسم مرشح واحد أو الذهاب إلى قبة البرلمان بمرشحين واختيار مرشح بالفضاء الوطني. تأخر الأخوة الكرد أيضا عقد المشهد. بالرغم من هذا، كان الإطار التنسيقي حريص أن يأتون الأخوة الكرد بتفاهم تام داخل قبة البرلمان. فيما يتعلق بقضية أنه الأخوة الصدريين أو سماحة السيد الصدر والأوراق التي ممكن يستخدمها بعد انسحاب الأخوة الصدريين من قبة البرلمان، لم يعد لديهم ورقة يناورون بها سوى ورقة الشارع، والورقة الشارع هي الورقة الأخطر التي ممكن أن تستخدم، إلا أن كانت هناك تستخدم بطريقة عقلائية بطريقة حكيمة، لأنه مسألة الشارع مسألة خطرة جدا، والحفاظ على انضباط التظاهرات أو الاعتصامات فيها مسؤولية كبيرة. أنا أعتقد أنه الأخوة الصدريين ما زالوا متمسكين بهذه الورقة من أجل الضغط على كل الكتل السياسية، الإطار وغير الإطار. شاهدنا تغريدة السيد الصدر يعني حتى أشار بها إلى بقية الكتل السياسية بأكثر من إشارة، هذا يدل أن ما هناك توزيع لهذه الأدوار بين الإطار التنسيقي أو الكتل السنية. اليوم الأخوة بالتيار الصدري يعتقدون كل من يحاول أن يشكل حكومة مع الإطار التنسيقي سيكون خصما لهم عن طريق زيادة هذا التظاهرات وزيادة هذه الاعتصامات وزيادة الطرق الشارع. نعم. الشارع اليوم اللي يعني تحدث عن أسوار المنطقة الخضراء وأماكن الاعتصامات اليوم اللي هي محجوزة من قبل جمهور الإطار وجمهور التيار، إلى يعني إلى متى تبقى هذه الجهتين شاغلة الشارع أو الشوارع؟ يعني ممكن الإطار يستغني عن مسألة الجمهور أو التظاهرات ويترك الشارع فقط للتيار؟ ابدا، الكتل السياسيه يعني تستخدم يعني الجماهير والشارع عندما الطرف الاخر يستخدم الجماهير، في اشاره واضحه اننا نحن ايضا لدينا جماهير وبامكاننا ان نقيم اعتصامات ونملا الشوارع، هذه اشارات بين الكتل السياسيه. اما ممكن ان تنسحب هذه الاعتصامات من الشارع، هذا مرهون بجديه الحوارات بين هذه الكتل سواء بالاطار التنسيقي أو الأخوة بالتيار الصدري، والكل يعول على الحكمة بكل الأطراف.
أن تنأى بنفسها بعيدا عن تصادمات الشارع وتجلس على طاولة حوار واحدة من أجل الخروج من هذه الأزمة. أستاذ عماد زاحمناك اليوم ويانا طبعا تواجدك معنا وبهذا الحر، شكرا جزيلا لك. أبدا. شكرا لحضورك، شكرا لمشاركتك أستاذ عماد المسافر الكاتب والصحفي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من أمام التظاهرات، شكرا لك. والختام معك راح يكون أستاذ حامد الدراجي بسؤال أخير، خلينا انا اختمها اختمها بس احكي لنا على ورقه سياسيه اللي ممكن يستخدمها السيد الصدر. لا انا اختم لك ب يعني معلومات ممكن ان تستفيد منها حتى الجماهير. طبعا انسحاب المتظاهرين سواء كان من التيار او من جمهور الاطار سيكون انسحاب جمهور الاطار بالجلسه الاولى لمجلس النواب، وسيكون انسحاب التيار باعلان المحكمه الاتحاديه بان يكون هناك حل للبرلمان. غير هذين الشرطين او التصريحين لا يوجد هنالك انسحاب لاي من المتظاهرين، فبالتالي اليوم نجد ان انسحاب الجماهير هو سيكون بدعوه اما بحل البرلمان من قبل المحكمه الاتحاديه او بعقد الجلسه الاولى للاطار التنسيقي بوجود الكتل السياسيه. استاذ حامد الدراجي عضو مركز الرفد للاعلام والدراسات، شكرا لحضورك معنا في الاستوديو. شكرا جزيلا لك. شكرا وصول لكم مشاهدينا على المتابعه، نلقاكم بخير باذن الله تعالى، الى اللقاء.